قلنا صدقة عن الميت يجوز. هناك بعض الناس إذا مات ميت، وشلون عن الميت؟ صدق عن الميت، أي يعني يصدق عن الميت يعني. نعم، إذا مات ميت يعزم الناس في وقت معين وفي مكان محدد، بعد شهر أو بعد أسبوع يذبحون الذبائح ويصدقون ويستدلون بحديث الذي ذكرته عنه. وإيش؟ الحديث الذي ذكرته عنه. إيش؟ جواز عن هذا غلط. الصدق عن الميت كما سمعت، صدق يأخذ إنسان دراهم يعطيها فقير، وليس أن يصنع الطعام. صنع الطعام وجمع الناس عليه من النياحة، والنياحة حرام. ولذلك تجد هؤلاء الذين يصنعون الطعام زعما منهم أنهم يتصدقوا به، يحضر عندهم الغني والفقير والفاسق والعجل والفاجر والعفيف ولا يبالوا. فهذه بدعة، وهي من النياحة، كما قاله جرير بن عبد الله البجلي، قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة.